السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كيف نفك، كيف نبطل ربط الشياطين في الجسد؟ هناك بعض الشياطين تربط في الجسد بالسحر أو بأن هناك حارس خارج الجسد يحرسهم ولا يتركهم أن يخرجوا، وهذا صادق. بعض الشياطين تصدق في هذا الأمر وتقول لك لا أستطيع الخروج لأني مربوط في الجسد، والنقطة الثانية يقول لك هناك من يحرسني خارج الجسد فإذا خرجت قتلوني. لذلك أخي في الله، لا بد بإذن الله تبارك وتعالى أن تكثر من الأذان. إذا أردت أن تحرق هذا الشيطان الذي يحرس جسدك تكثر من الأذان، يعني أيها المريض، أيها المصاب، أيتها المصابة، ارفع الأذان، ارفع الأذان في بيتك، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ترفعين الأذان 7 مرات في بيتك، فإذا رفعت الأذان 7 مرات سيهرب هذا الشيطان الذي يحرس الجسد، وستتفردين بالخادم الذي يسكن في خارج الجسد. هذه النقطة الأولى، وتقولين بقدرة الله يحرق كل ربط وكل سبب للشيطان في جسدي، بقدرة الله يحرق كل ربط وكل عقد للشيطان في جسدي، بقدرة الله يحرق كل ربط وكل عقد للشيطان في جسدي، بقدرة الله يحرق كل ربط وكل عقد للشيطان أو العاشق في جسدي. تكثر من هذا الدعاء 20 مرة 30 مرة، وإذا أردت إن شاء الله أن يؤثر عليك هذا الدعاء أكثر الذي قلته لك الآن بقدرة الله، تقوله بعد أن تقرأ ما شئت من القرآن، لأن إذا قرأته تعذب المس العاشق أو الشيطان. فإذا بإذن الله تبارك وتعالى طردت هذا الخادم الذي يحرس الجسد سيستطيع الخادم أن يخرج ويهرب بنفسه وينجو بنفسه إن استطاع بإذن الله تبارك وتعالى، وسيخرج رغم عنه لأنك أقمت عليه الحجة بإذن الله تبارك وتعالى وطردت من يحرس جسدك. والأذان 7 مرات يطردهم، والله العظيم يطرد الشياطين، يخنسون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقطة الثانية بإذن الله في فك العقد، هناك هذا الشيطان طريقة الثانية هي أن هذا الخادم دخل بالسحر أو بالعين والحسد يربط بالعقد، سأشرح لكم. مثلا شيطان العين يسكن في هذه الجهة اليسرى، مثلا تربطه العقد إما في الدماغ أو تربط العقد في الكتف أو في المفاصل ويسبب لك الألم، سواء في الدماغ، والعقد هي التي تسبب الألم في الجسد والشياطين معها. لذلك تجد هذا الشيطان ولو قرأت عليه القرآن تجده يسبب لك الألم ولا يتزحزح في مكانه، فهذا يتقوى بالعقد. إخواني أخواتي، هناك ربطين للشيطان في الجسد، إما أنه يربط في المكان الذي يسكن فيه بالضبط، لأن الشيطان مثلا سنقدر هذا الشيطان اللعين الذي دخل بالعين والحسد أو دخل بالسحر أنه أفعى، مثلا أن أفعى لها رأسها ولها ذنبها ديلها، الرأس مثلا يسكن مثلا في هذا الكتف ويسبب لك الألام والأوجاع، وباقي الديل في هنا مثلا. كيف سنعرف هذا الأمر؟ فإذا عندك الألم في هنا فاعلم أن رأسه هنا، فإذا عندك الألم في الأصابع أكثر فعلم أن رأس الأفعى هنا. بارك الله فيكم. وكيف سنفك هذا الربط؟ ستقول، ستضع يدك على مكان الألم الذي تشعر بأن هذا الشيطان لعين فيه، وتقول بقدرة الله يحرق كل ربط لهذه الشيطان الأفعى في جسدي، بقدرة الله يحرق كل ربط لهذه الشيطان في جسدي، بقدرة الله يحرق كل ربط وكل عقد لهذه الشيطان في جسدي. تدعو بهذا الدعاء أكثر عندما تقرأ القرآن أكثر، تدعو به بإذن الله، وتنتقل إلى المرة الأخرى وتقول بقدرة الله، إذا كان عندك الألم في الأصابع فأمسكها هكذا وتقول بقدرة الله يحرق كل ربط لهذا الشيطان أو هذه الشيطانة في أصابعي، بقدرة الله يحرق كل شيطان، كل عقد، كل ربط للشيطان أو الشيطان في جسدي، بقدرة الله يحرق كل ربط لهذه الشيطانة أو الشيطانة في أصابعي أو في أعصابي، تقول في أصابعي أو في أعصابي أو كلهم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن تقول بقدرة الله يحرق كل ربط لهذه الشيطانة أو هذه الشيطان في كتفي، فهذا جيد، أو في المفاصل، فهذا الدعاء كله إن شاء الله جيد وسينفعكم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن تقول كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا بأس أن تقول كذلك
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنت تضع يدك على الألم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا بإذن الله تبارك وتعالى سينفعك لأن تفك هذا الروت. شرحت لكم على هذا اليد، وأنت تطبق على جسدك كله، في المعدة، في الرجلين، في الرأس، في الوجه، في العيون، ستطبق في الجسد كله بقدرة الله السميع العليم. أقول قولي هذا، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.